صباح الخير، برحب بيكم في بيت الترانيم ووعد جديد من كلمة الله. النهاردة هنتكلم عن الحماية، وأنا واثقة أنه الحماية مهمة جدا لينا، وأنه لازم الشخص يكون متأكد أنه هو محمي عشان يقدر يكمل حياته. مرة واحد زار بلد غريبة غير بلده، وهو في البلد للأسف ما كانش بيتكلم نفس اللغة بتاعتهم، وفجأة تاه وبعد عن المجموعة اللي هو كان معاهم، وللأسف ما كانش معاه فلوس، كان معتمد جدا على المرشد اللي معاهم هو اللي بيقودهم، وفجأة تاه من المرشد ومن المجموعة. والراجل ده بيقول انه حس ان هو غريب تايه وحيد، مفيش حد بيحميه، معهوش فلوس ياكل ولا يشرب، وكان في موقف وحش جدا جدا جدا. الناس عندها اعتقاد خاطئ انه الغني دايما محمي، وانه الشخص اللي عنده فلوس كتير فلوسه بتحميه، لكن الكلام ده مش صح. قصة الولد الابن الضال في الكتاب المقدس كان غني جدا، لما اخذ فلوس باباه وسافر وبعد ضيع كل فلوس باباه على اصحابه. طول ما كانوا اصحابه موجودين وفلوسه موجودة كان مبسوط وفرحان جدا، لكن عمر ما كانت الفلوس هي كانت سبب السعادة، بدليل انه اول ما فلوسه خلصت اصحابه بعدوا عنه، اول ما الفلوس اللي معاه ما بقتش موجودة هو نفسه ما بقاش ليه قيمة، وبالتالي ما بقاش فيه في حياته اي حد بيقف معاه وبيوسيه وبيحميه. عمر البيت ما وفر الحماية، وعمر الاصدقاء ما كانوا سبب الامن والسعادة ابدا. اللي بيوفر لنا الحماية الحقيقية هو الله، الله بس هو اللي بيحمي. يعني أنا لما بخرج من البيت كل يوم الصبح علشان أروح شغلي، البوليس مش هو اللي بيحميني، إيد الله هي اللي بتحميني. لما بنزل أروح أركب الطيارة عشان أسافر من بلد لبلد، مفيش أي حد مسؤول عن حماية الطيارة دي وهي طايرة في الجو غير إيد الله، عناية الله هي اللي بتحمينا. اوعى تفتكر ان انت لما بتمر بتجربة معينة انه الله بطل يحميك، وانه خلاص ما بقاش مبسوط منك وعلشان كده بيعاقبك بتجربة، ابدا بالعكس. وقت التجربة دوت الله بيدينا قوة اكتر، وبيدينا حماية قوية جدا حتى لو انا مش شايفها. بالعكس الله بيحمينا في كل الاوقات، 24 ساعة 7 ايام في الاسبوع الله هو اللي بيحمي. لكن وقت التجربة الله بيعلمنا درس علشان نروح نعلمه للآخرين، بيقوي إيماننا أكتر علشان نروح نشهد عنه في كل مكان. حماية الله مش معناها بس إن هو بيخلينا نتجنب الألم، لكن حماية الله لنا بتساعدنا نكون خدام أفضل ليه، بتساعدنا إن احنا نعرف كلمته أكتر ونروح نشهد عنه بطريقة أفضل. الراجل اللي تاه في البلد الغريبة ديت اختبر محبة الله بصورة عجيبة جدا. في اللحظة اللي حس فيها إن هو تايه ووحيد والوحده، رفع عينه وقال له يا رب أنت الحماية، يا رب منك أنت أنا هستمد قوة. الراجل ده لما بيكمل الحكاية بتاعته بيقول إنه دخل في جنينة وقعد على كرسي ورفع عينه للسماء وقال له يا رب أنت اللي هتحميني، وأنت اللي هتكون معايا في البلد الغريبة اللي أنا فيها النهاردة، ومنك يا رب أنا هستمد قوة. والراجل دوت في خلال الوقت اللي قعد فيه بيصلي اتعرف على ناس كتيرة قوي في الجنينة، وقعد يلعب معيهم وقعد يلعب مع الأطفال الصغيرين وكون صداقات حلوة قوي. وبالليل قبل ما الدنيا تبرد قوي، الله بعت القائد بتاع المجموعة والمرشد بتاع المجموعة دي للمكان اللي هو كان فيه، وأخد وقال له احنا كنا مندور عليك، انت كنت فين؟ الله سمح له انه يمر بفترة صعبة، بس الفترة دي شهد بيها عن الله في وسط الجنينة ومع الأطفال الصغيرين، وكان مبسوط جدا رغم ان هما ما كانوش بيتكلموا نفس اللغة. أول ترنيمة النهاردة بتقول سأدخل بيت القدير حيث السعادة والسرور، وسأحتمي في حضنه عبر الدهور. أنا سأحيا في حماه وهنسى اللي فات وهبتدي معاه صفحة جديدة. يا رب مهما كانت حياتي اللي فاتت فيها ألام وفيها تعب، لكن أنا واثق أنه معاك أنا محمي. أنت يا رب صخر الدهور، أنت اللي فيك الحماية الحقيقية. تعالوا نسمع أول ترنيمة مع بعض.
القدير حيث السعادة والسرور سأحتمي في حضنه طول المدى عبر الدهور سأدخل بيت القدير حيث السعادة في مزمور 18 بيقول الرب صخرتي وحصني ومنقذي إلهي صخرتي به أحتمي ترسي وقرن خلاصي وملجئي أدعو الرب فأتخلص من أعدائي. المزمور ده داود عمل حاجة حلوة قوي، كان بيطلب الحماية من الله وكان ليه رموز كده حربية جميلة قوي. تعالوا نبص عليها مع بعض. أول حاجة قالوا يا رب أنت حصن أمان. يعني إيه حصن أمان؟ يعني مش ممكن أبداً المكان اللي أنا فيه العدو يوصله، ده حصن أمان، منتهى الأمان معاك يا رب. جبل وعر يعني مليان مخابئ، مليان كده أماكن حلوة قوي ممكن أستخبى فيها من الأعداء.
وصخرة مش ممكن حد يخترقها، وده معناها ان مش ممكن ابدا حد يأذيني. صخرة قلعة اعلى من كل الاعداء، وترس بيحول بيني وبين الاذى، واخيرا قرن يرعب العدو ويطرده، ده معناها ان هو بيحذرنا انه لو العدو اقترب الله هو اللي بيحميني. مزمور جميل قوي، ايتين داود لخص فيهم بصورته هو الشخصية ازاي بيشوف حماية الله ليه. هو فعلا قوة وحماية، مش ممكن ابدا الشخص اللي بيحتمي في الله اي عدو يقدر عليه، استحالة. عشان كده اللي بيتكل على الحكومة والبشر والبوليس لازم هييجوا يخذلوه في وقت معين، لكن اللي بيحتمي بالله طول الوقت مش ممكن ابدا يتعب، ومش ممكن ابدا العدو يغلبه. في تثنية 22 كان الله بيعلم الشعب بتاعه انه لو لقيت حيوان تايه وعارف ان الحيوان ده بتاع جارك، خد الحيوان ورجعه لجارك. رغم ان المنطق والطبيعي بيقول ايه؟ بيقول ان انا لما الاقي حاجة في الشارع بتاعتي خلاص مش برجعها لحد، دي في الشارع يعني ملك اي حد. لكن الله كان عايز يعود الشعب بتاعه ان هم يحموا بعض، ان هم يكونوا سبب حماية لبعض. يعني لو لقيت حاجة تايهة وحيوان ده مش بتاعك وانت عارف ان ده بتاع جارك، خده ورجعه له، لان انت كده بتحمي ممتلكاته. ودي ما كانتش حاجة عادية، الله كان بيعلمهم ان هم لازم يكونوا دايما سبب بركة لبعض، وان هم يكونوا في حمى بعض. كان الله بيديهم درس قوي جدا. الله امين وعادل، بيحمينا في كل الظروف. مش الوقت اللي انا امينة معاه هو بيبقى امين معايا بس، لكن الله بيوفر لي الحماية طول الوقت. حتى الوقت اللي انا بمر فيه بتجربة الله بيكون قوي جدا، بيديني حماية علشان اتغلب على الشيطان اللي بيدخلني في التجربة. الوقت اللي انا بثق فيه في حماية الله ليا، اكيد الوقت دوت انا بتعلم فيه حاجات كتير قوي. اكيد الوقت دوت بيعرفني انه الله موجود طول الوقت، مش زي الصديق اللي ممكن يكون موجود معايا طول ما هو مستفيد مني، لكن اول ما الاستفادة دي مش موجودة بيسيبني. الله مش زي البشر ابدا. الله وقف مع يوسف، الله وقف مع دانيال، الله وقف مع الفتية جوه أتون النار، كان متواجد معاهم بيحميهم من كل شر في كل وقت. ليه؟ لأن هما كانوا أمناء ليه، هما كانوا شايفين إنه هو اللي هيحميهم. حتى لو دخلوا جوه أتون النار ما كانوش خايفين ولا قلقانين، كان عندهم ثقة كبيرة قوي إنه في إله قوي هو اللي بيحميهم. عشان كده حتى في وسط النار ما كانوش قلقانين، ما كانوش خايفين، ما كانوش بيقولوا إزاي أدخل جوه النار واتحرق وأنا ما عملتش حاجة غلط. بالعكس، شهدوا بإيمانهم لآخر لحظة. عشان كده النهاردة لما تكون محتاج حماية ما تروحش لأي حد، ما تروحش للحكومة، ما تروحش للبوليس، روح لربنا. اركع وصلي وقول يا رب منك الحماية. لما تيجي تصلي في الصلاة الربانية منقول يا رب لا تدخلني في تجربة ولكن نجني من الشرير. الترنيمة اللي جاية جميلة قوي، بتقول ان في يوم الريح هاجت على المركب، وبعدين انا سألته يا رب ألا يهمك ان انا نهلك؟ انت مش شايف يا رب ان احنا هنهلك دلوقتي؟ وبعدين فجأة لقيت ان هو بيرد عليا وعارف كل امور حياتي ومتفهم كل المواقف اللي انا بمر بيها، وبيقول لي ما تقلقش انا معاك، انا واقف جنبك. الاقيك يا الهي شايف وعارف، الاقيك واقف في صفي ويمينك بتحامي عني. تعالوا نسمع ترنيمة مع بعض. هاجت عالمركب واشتد صوتي عليك باللوم، أما يهمك أننا نهلك؟ ليه يا يسوع سيبنا اليوم؟ إن يوم الريح هاجت عالمركب واشتد صوتي عليك باللوم، أما يهمك أننا
سايبنا اليوم. ألاقيك يا إلهي شايف وعارف، ألاقيك يا ربي في صفي واقف، وألاقي يمينك بتحامي عني وتدوب في حضنك كل المخاوف. لما العيان يشتد ظلامه ويبان ان وعودك اوهام، ويشككني عدوك في صلاحك حد يقدر يقول لي إذا كان في حكومة بتوفر الأمن والحماية المطلقة لشعبها 24 ساعة؟ أكيد ما فيش. أكيد ما فيش حكومة أبداً على مستوى العالم كله بتوفر حماية مطلقة لشعبها. يعني إيه كلمة حماية مطلقة؟ يعني بتحميني وأنا نايمة وأنا صحية وأنا راح الشغل وأنا بتحرك وأنا راح في أي مكان، وأنا دخل النادي مع أصحابي وأنا في المدرسة وأنا في أي مكان. مش ممكن أبداً الحكومة هتوفر الأمن والحماية الكاملة المطلقة للشعب 24 ساعة، لكن في شخص بيحميني 24 ساعة، في شخص سهران عليا لا ينعس لا ينام، طول الوقت سهران بيحميني، هو الحماية المطلقة. في رومية 8:35 ولغاية عدد 39، تعالوا نقرأ مع بعض، بيقول إنه من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ في حاجة ممكن تفصلنا عن محبة ربنا لينا؟ مش ممكن. شدة، ضيق، اضطهاد، جوع، عري، خطر، صيف، مش ممكن يكون في أي حاجة من دول بتفصلني عن محبة الله ليا. حتى لو أنا
يعني وصلت ان انا بقيت عريان في الشارع، لو وصلت ان انا بقيت جعان مش لاقي اكل، لو وصلت ان انا في حد بيهدد سلامي، خطر شديد، في كل الاوقات انا عندي ثقه انه الله بيحميني. حتى لو تعرضت لتجربه والوقت قاسي جدا، لكن الله موجود، انا بختبره في حياتي كل يوم، الله هو اللي بيديني الحمايه المطلقه. عشان كده مفيش اي حاجه ممكن تفصلني عن محبه المسيح. الوعد بتاعنا النهارده انه لو انت قلقان، لو انت شايف ان انت في حاجه مش قادر توفرها لاولادك، لو حاسس ان انت مش مديهم بيت يحميهم، فكر انه انت ابن لله. مجرد انك تركع على الارض وتصلي وتقول له يا رب انا محتاجك، هو هيمد ايده ويحميك. في قصة حلوة قوي بتحكي عن انه كان في ست فقيرة جدا جدا جدا. الست دي كانت قاعدة في اوضة فوق السطوح، وهي وابنها ما كانش عندهم اي حاجة جوه الاوضة ديت تحميهم لما المطر ينزل. والقصة بتقول انه المطر في يوم اشتد جامد قوي قوي قوي، لدرجة انه الأوضة الصغيرة اللي مبنية بطريقة بدائية جدا وقعت من كتر المطر. فما فضلش في البيت في الأوضة كلها غير الباب بتاع البيت، فهي وابنها احتموا وراء الباب. ومن كتر ما كان الوقت برد، الجو كان برد جدا، وهما الاتنين بردانين خالص، احتموا بالباب الخشب ده لغاية ما المطرة وقفت. بعدها الولد شال مامته وبص كده، لقى الجو بقى أفضل، لكن بص تحت العمارة لقى إنه في ناس من البسطة قوي اللي ما عندهمش بيوت يتو فيها، كانوا من كتر البرد قاعدين في الشارع بهدلين من المية. فبص لمامته وقال لها يا ماما أنا ما كنتش أعرف إن إحنا أغنية قوي كده، كان عندنا باب قوي جدا بيحمينا في وسط المطرة. إيمان الطفل البسيط دوت كان بيؤكد أنه الله بيحميهم حتى في الأوقات البسيطة جدا، الأوقات اللي كانت فيها مطرة شديدة جدا. إيمان الطفل البسيط دوت بيقول أنه الله كان بيحميهم وهو شايف الحماية بتاعته. لكن في ناس ممكن تكون عايشة في قصر كبير قوي ومبسوطة جدا وكل حاجة متوفرة لها، لكن مش حاسس بالأمان. إنما الطفل الصغير ده شعر بإيد ربنا وهي بتحميه من المطرة، مجرد إنه الباب بتاع الشقة كان لسه موجود. الترنيمة اللي جاية بتقول له يا رب كل أرض ناشفة غطيها أنت بالمطر، بروحك تعالى على كل البشر، تدوب قدامك قلوب وتنفك كل القيود، تعالى غير أحوالنا يا رب. الجملة دي حلوة قوي وبتفرق معايا جدا، وعايزاكوا تفكروا فيها. أنا يا رب كل ليك، أنا منك وإليك، أنا منك وإليك يا رب، أنا كلي ليك. فكروا في الجملة ديت وإحنا بنسمع الترنيمة اللي جاية. يكرم ويعلي اسم المسيح، كل
الأرض نشفة غطيها مطر وتروحك تعالى على كل البشر تدور قدامك قلوب تنفك قدامك قلوب تسجد ليك ركب تشهد ليله مهول بلدنا والخليزين قطيها بمطر وبروحة تعالى على كل البشر تدور قدامك قلوب تنفك قدامك قلوب تسجد لك ركب تسجد لك ركب تسجد ليك ركب تشهد ليله. الرب صخرتي به احتمي، لما بدعوه هو قريب، هو اللي هيحميني. ده الوعد بتاعنا النهارده، انه في اي وقت انا عندي شك انه في حمايه من البوليس، من الحكومه، من البلد اللي انا عايشه فيها، في اله قدير بيديني حمايه مطلقه 24 ساعه. الوعد بتاعنا النهارده ما تخافش وما تقلقش، حتى لو انت في بلد فيها حروب شديده جدا، ايد الله هي اللي بتعتني بيك وايد الله هي اللي بتحميك. لو حسيت انه في وقت معين انت اختبرت حمايه الله ليك، فشارك الاختبار دوت مع الناس اللي حواليك وتعلم ازاي تكون سبب بركه ليهم، وبعتولنا ايميلات وبعتولنا الاختبارات بتاعتكم عشان نقدر نشاركها مع اخواتنا حول العالم. وانا كنت مبسوطه معاكم النهارده، وباكد لكم انه الله موجود وهو اللي بيحمينا. ولو في اي وقت عندك شك في ان هو مش هيقدر يحميك، اركع وصلي واطلب منه انه يديك ثقه وقوه ويأكد لك ان هو الحمايه. ربنا معاكم ويبارك حياتكم، واشوفكم ووعد جديد الحلقه اللي جايه.